بدأ مشوار أمرابة الفعلي مع نادي أيندهوفن عام 2008، وفي عام 2011 انتقل إلى تركيا وتحديدا مع نادي كايسري سبور، ليشكل هذا الفريق بوابة العبور له نحو العريق سراي الذي وصف أمرابة اللعب فيه بمثابة حلم تحقق له حتى وإن أعير إلى ملاقا. لا شك أنه من الرائع التواجد هنا في إسبانيا، لكن الأروع أن أتواجد مع جالاتا سراي. إنه من الفرق المفضلة لدي، وكان بمثابة حلم بالنسبة لي أن ألعب لنادي سراي، ولكن علي الآن أن أنتظر ماذا سيحدث في المستقبل. على الصعيد الوطني تعول الجماهير المغربية كثيرا على أمرابط في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها البلاد في كانون الثاني يناير القادم للمرة الثانية بعد عام 88، وفي سجل المنتخب المغربي لقب وحيد فقط، وكان في إثيوبيا عام 76. إن الشعب المغربي متحمس جدا وينتظر هذه البطولة وحصول المغرب على نتيجة جيدة. من الجيد أن تستضيف المغرب الكأس الإفريقية، لكن البطولة ستكون صعبة. آمل أن يتمكن المنتخب المغربي من تحقيق نتائج جيدة لأنه يملك لاعبين رائعين. سنرى ماذا سيحصل، لكني أظن أنها ستكون بطولة جيدة.